بسم الله الرحمن الرحيم. يقوم أبطال الجيش الحر في سرية الهون في المنطقة الجنوبية بإعداد يعني ونصب هاونات في معركة بوابة درعا. الآن يتم تجهيز الهاون ووضعه بالأرض. هذا الشخص الذي وضعه أحد عناصر السرية ليتم الحفر للقاعدة قاعدة الهاون. تشيل معي بالطبع بعد ومعنا الملازم أبو ثائر قائد سرية الهاون مع أبطال الجيش الحر ليحدثنا عن النظم وعن نصب الهاون. يعطيك العافية أخي ثائر. حدث عن آلية العمل في سرية الهاون في معركة بواب الدرعة. نقوم بنظم السبطانة باتجاه الهدف بواسطة ناظم عسكري اقتنمناه من الجيش الأسدي الخائن. وهذا المدفع قد اقتنمه أيضا من الجيش الأسدي الخائن، والآن نستخدمه ضدهم لتدميرهم، وذلك بسبب استهدافهم أهالينا المتواجدين في القرى الآمنة والمحررة. يعني الصعوبات التي تواجهها أثناء عملية سرية الهاون؟ والله يعني تقريبا ذخيرة، يعني أكثر شيء نقص الذخيرة. طبعا كآلية عمل، ما هي طبيعة الأهداف التي حققتموها والإنجازات التي أحرزتموها في المعارك؟ تقريبا يعني جميع أهدافنا يعني 80% محققة، وإصاباتنا جيدة ودقيقة، من بينها الأمن العسكري والملعب البلدي، ومن بينها حاجز المجبل، ومن بينها الكازية العسكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. معركة بواب الدرعة، أبطال الجيش الحر الآن يقصفون الحواجز العسكرية في مركز مدينة درعا التي تطلق القذائف المدفعية على أبطال الجيش الحر في بلدة عتمان. الله أكبر والعزة لله. اللهم سدد رمينا يا رب العالمين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قصف من أبطال الجيش الحر بقذائف الهاون على عصابات الطاغية في مركز المدينة على الحواجز العسكرية. يا رب سدد رمنا، اللهم سدد رمينا. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر. لا تسحب، لا تسحب، لا تسحب. الله أكبر والعزة لله. لا تسحبش يا أخوي. نزل لي صبطون. بسم الله الرحمن الرحيم. 13/9/2013 سرايا الهاون تقوم بقصف حواجز النظام في مدينة درعا، معركة بواب الدرعا. الله أكبر وعزة لله. عمالك أبو ثائر، بس أقول لك نارنا أبو ثائر. لا لا، بدون إشارة، بدون إشارة، بدون إشارة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. رمينا حواجز العسكرية في مركز المدينة في بقذائف الهاون. هذه سرية الهاون التي عملها دؤوب بشكل يومي لتقصف كل الحواجز العسكرية والقطع المتبقية في مركز مدينة في معركة بواب الدرعة. يلا يا رب. لا تهزش السبطانة يا أخي، بس ليش تبتلع فتر؟ لا الله أكبر، فتر تفهم. بسم الله، الله أكبر، اللهم سدد رمينا، الله أكبر.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ها هم ابطال الجيش الحر في سرية الهاون يقصفون كل ما تبقى لعصابات الطاغية في مركز مدينة درعا، ولله الحمد كل القذائف التي تم قصف الحواجز العسكري فيها كانت محققة وعلى رؤوس النظام ولله الحمد.